البدع الآن التي في العزايا فضيلة الشيخ، هل لكم توجيه لهم؟ نعم، لا يجوز البدع من صنعة الأطعمة، من أهل الميت يصنعون أطعمة للذين يأتونهم. السنة العكس، أن أهل الميت يقدم لهم الطعام لأنهم مشغولون بمصيبتهم، فيصنع طعام بقدر حاجتهم ويقدم إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. وأما أن أهل الميت هم الذين يعدون الأطعمة للناس فهذا خلاف السنة. وفي ما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فلا ينبغي المبالغة في هذه الأمور، تعطيل الأعمال وجلوس أهل الميت أياما يعطلون أعماله، هذا غير مشروع. نعم.